جديد وان شاء الله فيديو النهارده عجبكم وتستمتعوا بيه. طبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واكتبوا لي في الكومنت هل عجبكم الفيديو او لا. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه زي ما شفتوا في العنوان النهارده فيديو مشتريات. طبعا امبارح النهارده 12 فبراير وامبارح كان في رعد وبرق ومطر كتير. طبعا كل ساكنين في الامارات هيعرفوا فالجو كده فوجي شويه او مغيم شويه. دي اول حاجه. تاني حاجه في صوت هنا اعتقد بسبب الاضاءه هي اللي عاملاه فانا للاسف مش قادره اتحكم فيه واتمنى ان هو ما يكونش واضح قوي عندكم ويكون صوتي واضح. طبعا انا صاحيه من النوم بقالي شويه طول الليل الدنيا بتمطر فتقريبا ما نمناش يعني، ولكن قلت اصور معاكم الفيديو ده لاني عايزه استخدم الحاجات ضروري. طبعا الفيديو ده مشتريات من المصفح. انا رحت عشان حاجة واحدة بس هوريها لكم اول حاجة، ولكن فجأة لقيتني راجعة بكل الاكياس دي. ولكن بصراحة هي كلها حاجات ضرورية هتشوفوا دلوقتي وهي حاجات بسيطة، ولكن زي ما قلت لكم البلان كانت لحاجة واحدة بس. فهحاول كده اوريكم الاكياس اللي قدامي لاني مش هقدر اشيلها كلها، وبعد كده هبتدي باول حاجة او الحاجة اللي انا رحت مخصوص علشانها. فيلا بينا. طيب هنا كده حبيت اوريكم الاكياس كلها. زي ما قلت لكم انا رحت علشان بس الحاجة واحدة دي هوريها لكم ورجعت بالاكياس دي. طبعا الحاجات مش كتيرة قوي ولكن كل الحاجات دي انا ما كنتش رايحة عشانها، ولكن والله ستيل ضرورية يعني كلها حاجات ضرورية. فيلا بينا نبتدي على طول. طيب بعد ما شفتوا الاكياس وكده خلوني ابتدي باول حاجة انا رحت علشانها، وهي انا عندي في الاوضة حاطة كده قدام السرير سجادة صغيرة شاركتها معاكم قبل كده، وعايزة بقى حاجة زي في الناحيتين كده من السرير والسرير في النص زي احنا ما عندنا في مصر بنقول عليها مشاية اللي هي سجادة صغيرة يعني. طبعا بقى لي فترة بدور وبالذات الجو البرد اللي احنا فيه ده بصراحة ضروري كنت محتاجاها جدا. وفي حاجة كمان علشان مفيش سجاد في الناحيتين فالسجادة اللي انا جبتها قدام السرير دي حرفيا اتبهدلت. وزي ما قلت لكم الاهم من كده انه الجو بارد جدا فكنا محتاجينهم. طبعا دول الاثنين، دي واحده دي كده العرض بتاعها اتمنى يكون واضح عندكم. طبعا صعب ان انا اوريهم لكم على الكاميرا. دي الثانيه جبت اثنين زي ما قلت لكم. السايز بتاعهم 80 × 150 والكالر بلو. مفروض ان ده تركي هو قالوا لنا كده بس يعني I'm not sure بصراحة. خلوني كده اوريكم الشكل بتاعها ده الديزاين. طبعا انا ما جبتش اللي عجبني، انا جبتها تكون لايقة على السجادة اللي اوريدي موجودة عندي. حاول طبعا انا اصلا هفردهم دلوقتي على طول زي ما قلت لكم الجو التلج، فبعد ما اخلص تصوير على طول هفردهم وهوريكم شكلهم في فيديو هيظهر لكم اكيد على الشاشة دلوقتي طول ما انا بتكلم ان شاء الله. وطبعا هحاول افردهم علشان انا دلوقتي مش هقدر افردهم قوي، فحاول كده اصورهم بالظبط كده واوريكم شكلهم على الشاشه. زي ما قلت لكم انا جبت اللون ده لان انا جبت السجاده الثانيه على ده بس فاتح شويه واتبهدلت اتمرمطت، فجبت تقريبا ماتشنج نفس الالوان ولكن شويه على غامق زي ما انتم شايفين كده علشان تتحمل شويه فاهمين. وهفردها على طول ان شاء الله بس اتمنى طبعا تكون مناسبة للمساحة. انا بصراحة جبت كده بالنظر ما حددتش المساحة ويعني شفت المقاسات وكده لأ، فان شاء الله تكون حلوة ومظبوطة بإذن الله. فدول الحاجتين اللي انا روحت عشانهم او الحاجة وجايبة منها اتنين، دي كانت اهم حاجة بالنسبة لي. بعد كده هشارك معاكم الاكياس كده راندم لكده. خلونا نبتدي باول كيس. ده اول كيس. المكان اللي رحناه يا جماعة اسمه 3 Stars Gifts زي ما شايفين كده. ده الكيس بتاع اول حاجة اصلا مش لينا، دي عشان المكتب عند جوزي، ولكن برضو حلوة. دي اللي هي الاير ريفريشنر سبراي. طبعا دي بتيجي
الجهاز الصغير كده اللي بتحط فيه البخاخات دي. طبعا كان فيه كتير سنت كتير، بس هو جوزي اختار اللافندر، مكتوب عليها لافندر اند كاموميل، طبعا فريشماتيك اوتو سبراي، لان هي بتتحط في الجهاز ده. بصراحة احنا عندنا كتير جدا، وعندي اصلا 2 جهاز معاهم، معاهم واحدة من دي، وجهاز جديد اصلا مطلعتوش، مش بحس ان هي بتفرق قوي. وهقول لكم دلوقتي انا عوضتها بايه، ولكن هو طبعا كان عليها اوفر، بس انا بصراحة كنت حاسة برضو ان سعرها غالي. يعني تخيلوا الثلاثة دول يا جماعة فور مي غالي جدا، سعرهم 35 درهم، وايه 50% اوف، يعني ازاي؟ يعني هما سعرهم كان 70 درهم ثلاثة، واي مش عارفة بصراحة. والمفروض ان هي دي تقعد كام ساعة؟ جو منعش ولطيف يستمر حتى 70 يوم، يعني ايه 2 شهر و10 ايام؟ لا معقول دي تقعد 2 شهر؟ والله لو بتقعد 2 شهر اوكي. المهم انا اصلا مش من محب اللافندر قوي، يعني مش ماي فيفوريت، بس هو جاب الحاجة اللي تنفع مكتب وكده، دي اول حاجة. تاني حاجة طبعا انا بطلع كده راندملي، فتعالوا نشوف الباك دي فيها ايه. اول حاجة طبعا ده انا اوريدي استعملته يا جماعة مرتين، هو سليبر، خلوني كده اوريكم شكله. طبعا عايزة اقول لكم انه انا السليبرز دي ما بقتش مريحة خالص بالنسبة لي، ولكن ده لما جبته يجنن. طب هوريكم كده من بعيد، انا اوريدي استخدمته كان في مطر فاتبهدل شوية، ولكن اوفر اول شكله حلو قوي. اللي عجبني اكتر حاجة فيه السماكة بتاعت ال ده بيسموه ايه، اللي هي اللي بندوس عليها دي، فمريح بطريقة تجنن، حلو قوي بجد. طبعا انا اوريدي استخدمته زي ما قلت لكم فيجنن، وسعره تقريبا كان حوالي 30 درهم، فكان سعره معقول جدا، وبرده شكله لطيف. اكتر حاجة مش عجباني فيه الحتة اللي قدام دي طويلة قوي، فشكلها في اللبس مش اظرف حاجة، ولكن هو اوفر اول شيك قوي وحلو وعجبني بصراحة. واهم حاجة ان هو مريح، ودي اكتر حاجة انا بصراحة بفكر فيها يعني. وتاني حاجة في الباك دي واخر حاجة، وهي الكليبس دي. طبعا انا حاول كده اقول لكم الاسعار اللي انا فاكراها، بس في حاجات عليها الاسعار. دي هير كليب كان عليها، كان سعرها 10 دراهم. ده شكلها طبعا، دي اكيد مش لشعري. انا من زمان عايزة اعمل الفكرة دي، الوايرز او الاسلاك، الشواحن، السماعات، التشارجرز اللي بتبقى موجودة، انا كنت بستخدم لها التوك اللي هي عاملة زي الاستيك دي، ولكن كنت بفكر من زمان اجيب دي واستعملها انه انا اجمع بيها. فعارفين لما تحطوا كده السماعة وتجمعوا بيها، او السلك، مش عارفة بصراحة دي هتكون فكرة ذكية او لا، ولكن ده بيتفتح. انا بصراحة من زمان كان في طبعا اشكال من دول كتير، وجوزي كان بيرشح لي اشكال تانية، ولكن ما اعرفش حسيت ان دول شيك كده. في منهم على الجولد، يعني الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجة، وفي على سيلفر، روز جولد، ده روز جولد طبعا ما اعتقدش يكون واضح في الكاميرا، سيلفر. فزي ما قلت لكم كده حسيت انه الشكل ده والديزاين ده سيمبل كده، وهيكون انسب حاجة للفكرة بتاعتي. جوزي طبعا حاول يقنعني باشكال تانية، ولكن انا حسيت ده بصراحة شيك كده. ممكن كمان اجرب الفكرة واقول لكم هل نفعت قوي او لا. فده اول كيس خلاص. بعد كده ثالث كيس معايا برضو من 3 ستارز. طبعا احلى حاجة بجيبها من المصفح يا جماعة، احلى حاجة في الحياة، وشربتها معاكم قبل كده وخلصت منها كمية كبيرة. ما تقولوليش لا وقع ولا ايه، او ماي جاد. طيب جبت بقى المرة دي منها 3، لانه كان خلص عندي من فترة، و بصراحة ما فيش، مش موجود قريب مني خالص، واللي ما يعرفش طبعا المكان ده بيكون بعيد شوية عندنا المصفح وكده.
اللي هو السبراي ده، طبعا شاركته معاكم قبل كده في امتيز ومشتريات. ده من براند بيرفكت، اسمه سوفت عود، السنت بتاعته سوفت عود، ومكتوب عليه فراجرنسز فور اول بيربسز، يعني اقمشه، جو، كل حاجه. بصراحه هو بيرفكت، تحفه يا جماعه، كمية نظافة، ريحة نظافة خطيرة جدا كده بعد ما نظف وبرشه تقريبا في كل مكان، تحفة. طبعا انا جبت 3، دول 2، وطبعا استخدمت واحد دايركتلي جوه طبعا دلوقتي، فمش هقدر اجيبه لكم، ولكن بصراحة يجنن. زي ما قلت لكم قبل كده برضو جربت سنت تانية ولكن ما عجبتنيش، حتى اللي ما بيحبش العود يا جماعة هيحب الريحة دي. طبعا دي من بصراحة اكتر حاجة ممتازة حصلت، وكانت من الحاجات اللي في دماغي بعد المشايات بصراحة. بعد كده ريد ستار جيفت، لا اعتقد ده مش من المكان ده، دي من مكان هوريهولكم بعد كده، اللي هو ده. خلينا نخليها في الكيس الاخير، لان اخر كيس ده من مكان تاني. بعد كده من نفس المكان اللي هو التري ستارز جبنا الفرج دي، طبعا دي كده كولجيت، صراحة احنا بنجرب راندملي. دول كده 4 مع بعض. الفرشة بتاعت جوزي خلاص بهدلت، وانا كمان برضو، فكل فترة كده بحب اغير. ودول سعرهم مكتوب عليهم كولجيت توث براش 4 بيسز 9.99 او 10 دراهم يعني. ف بصراحة انا مش بدور على الشكل قوي، بدور ان هي تكون somehow يعني مناسبة وحلوة. واعتقد التوث براشز السوفت هي اللي بتكون سيئة، ولكن اي ميديوم او somehow هارد، اعتقد الميديوم هو انسب حاجة، فاحنا جبناها ميديوم برضو. وزي ما قلت لكم كده بتغيروها كل فترة، وايا كان البراند يعني it doesn't matter actually. اخر كيس معايا من تري ستارز، طبعا احنا رحنا الاول تري ستارز لانه احنا عارفين الحاجات اللي احنا عايزينها منه. بعد كده رحنا محل تاني جنبه برضو اللي هو الكيس الاخير معانا. فطبعا اكيد حاجة اشتريتها مبسوطة بيها قوي، اللي هي دي. احنا في مصر بنقول عليه ترمس، اللي هو اللي بيحفظ المشروبات بتاعتكم، دايما كان بيتعمل فيه شاي وحاجات عندنا. وهنا اعتقد بيقولوا عليه دلة، I'm not sure، اعتقد دلة، ومشهور قوي هنا بالشاي الكرك. طبعا انا كنت في الاول بصراحة بقول ان انا مش هحتاجه، كمان انا عندي اللي هم الماجز بتاعت ستاربكس اللي انا كنت جايباها من فتره طويله، طبعا مش بتحفظ خالص الحراره يا جماعه، ما حدش يجيب الماجز بتاع ستاربكس. وممكن احط لكم صورتهم الاثنين على الشاشه، الاثنين دول انا جربتهم، يعني مش جربت واحد بس، جربت اثنين وما بيحفظوش الحراره بتاتا. كنت جايباهم عشان الكوفي بتاعتي، ولكن في الشتاء بالذات ساعات كده بنحب نخرج، فانا من محبي الحاجات السخنه، واحنا قاعدين نقعد على البحر او في الحديقه. فبصراحه شفت دي اتجننت عليها اصلا، يعني هي قطعه ديكور تجنن. وشايفين انا جبت لون ايه يا جماعه؟ يعني من غير اي حاجه تحفه، شكلها يجنن خطير. فطبعا كان في الفوشي او اللي هو البنك الغامق، اعتقد ان انا شاركت معاكم في الفيديو بس مش عارفه صورت ولا لا، كان في اللي هو اللايت بينك والدارك بينك شويه اللي هو على فوشيا، ولكن جوزي بصراحه كان عايز اللون التاني، ولكن انا قلت ده اللي هو البابل جام بينك، تحفه يجنن خطير. واكتشفت ان هما دول الانواع دي بتحفظ، طبعا لسه ما جربتهاش، ولكن حسيت ان هي تكون عمليه اكتر لو خارجين مثلا وجبنا كده في اماكن هنا بتعمل الكرك. طبعا ده شكله من جوه الشاي الكرك، انا ما بحبش الشاي الكرك. فناخد كده واحنا رايحين نقعد على البحر في الشتا بتاع يدفينا. طبعا مش عارفه لسه هيكون في وقت استخدمه ولا لا، ولكن I love it، حتى من غير استخدام شكل القطعه تجنن خطيره بصراحه، شكلها يعني I can't overcome it يعني. والسعر بتاعه مكتوب عليه فلاسك asset offer، اعتقد ان ده كان offer مكتوب عليه 25.95، 26 درهم، مكتوب عليه ضمان 3 سنوات، دي البراند. طبعا عايز اقول لكم ان الحاجة دي هنا مهمة جدا، موجودة في كل بيت ومن الاساسيات للشاهي او اللي هم بيقولوا عليه شاهي او قهوة،
مش عارفة بصراحة. المهم القهوة العربي والحاجات دي والكرك من الأساسيات هنا، فبيبدعوا في أشكالها، ولكن أنا بصراحة دي عجبتني جدا، I love it. زي ما قلت لكم كده حتى لو ما استخدمتهاش as a decor piece تجنن، شكلها حلو قوي. آخر حاجة بقى جبناها من 3 stars وهي الدومينوز، أو اللي هي احنا بنقول عليها في مصر الدومينا، اللي هي اللعبة دي دومينوز، أعتقد مشهورة يعني. مكتوب عليها double color dot comes with instructions for 12 dominoes games. طبعا انا كنت بقول لجوزي يجيب الاكبر ولكن هو قال لي هو ده، بس احسهم قليلين قوي. مش عارفه، من زمان ما لعبتهاش، كنا بنلعبها واحنا صغيرين. 28 قطعه، مش عارفه I'm not sure، ولكن جبتها كان سعرها 10.5 دراهم. برضو حاسه في الاعداد او كده تكون مناسبه. احنا عندنا كوتشينه بس مش عارفه هي فين اصلا، وجبت دي وبنحاول كده نعمل كده كولكشن للالعاب دي كده تكون موجوده عندنا، بس ان شاء الله يكون في حد اكشلي نلعب معاه الحاجات دي. طبعا لسه جايبينها جديد ف ما استخدمتهاش لسه. اخر حاجه معايا زي ما قلت لكم الفيديو هيكون سريع لان المشتريات مش كتير ولا حاجه. المكان ده بصراحه انا مش فاكره الاسم بتاعه، بس اكيد هيكون مكتوب على الستيكرز، مكتوب عليه Red Star Gifts. التاني اسمه 3 Stars وده Red Stars. ما شاء الله بصراحة كرياتيفيتي خطيرة. مهم أول حاجة اللي هي قلتها لكم في الأول الباند بتاع الساعة أو الستراب، طبعا دول تبع جوزي. جاب الأورنج ده على فكرة قديم عنده، هو جاب اللون اللي هو على كحلي ده، ومكان الأورنج جاب لون بني كده براون، فجاب الاثنين دول. الواحد ب 10.99، الواحد 11 درهم. مش عارفه حاساه برايسي شويه على المكان، يعني المفروض يكون ارخص من كده، ولكن يعني anyway ده واتش باند او اللي هي الابل واتش الباند بتاعتها. فدول اول حاجه جبناهم. طبعا دول الكوتون بادز دي احنا او الكوتون سويب ما بنستغناش عنهم، كل مرة بنجيب براند مختلفة بصراحة. انا بستخدمهم مثلا لو ميك اب او حاجة، هو بيستخدمهم علشان الودان. دي البراند اسمها لوكس، ففيها 300 بيس الواحدة بس، فدول ثلاثة مع بعض. بصراحة السعر بتاعهم not sure. اول واحدة لوكس كوتون سواب 10.5، سعرهم حلو جدا، بس جوزي دايما بيشتكي بصراحة من الكواليتي، فاتمنى تكون الكواليتي حلوة ومناسبة. طبعا احنا تقريبا عندنا اخر واحدة خلصت يمكن، فدي برضو حاجة اسينشال ضرورية. زي ما قلت لكم المرة دي بجد كل الحاجات اللي جبناها اسينشال. طبعا خلوني احكي لكم القصة بتاع دول الاول. دول طبعا الفرش بتاع الشعر اللي هو بيكون شكلهم كده. طبعا عندنا في مصر دول كانوا دايما بيستخدموا لي الرجالة، فرش رجالي وكده. الفرش دي انا جبت قبل كده معاكم، شاركت معاكم، عارفين اللي هي بتكون مدورة دي، كنت عايزة اعمل اجيب واحدة بالظبط كده للمساجنج للشامبو، انكم انت بتغسلوا بالشامبو يعني، تستخدموا فرشة عشان تعملوا مساج كده لفروة الراس. وجبت قبل كده واحدة بس طبعا خلاص انتهت دلوقتي، اوريدي موجودة بس بدأت تكسر منها السنون بتاعتها، وده بسبب ان جوزي بيستخدمها معايا الحمد لله. جبس طبعا كانت المشهورة قوي بتاعت شي ان، هحطلكم الصورة بتاعتها على السكرين. طبعا جبت بتاعت شي ان، وللأسف يا جماعة انا شعري خفيف جدا، almost فروة راسي فاضية. فتقلم بطريقة بتاعت شي ان قوية قوي زيادة عن اللزوم، فما قدرتش استعملها صراحة. ومقارنة بدي، دي كنت بعرف استعملها بصراحة، فطبعا اللي عندي اتبهدلت، فقلت خلاص انا هجيب واحدة لجوزي واحدة ليا سنجل يعني كل واحد واحدة. ولما لقيت الست ده صراحة عجبني، سألت جوزي، هي الالوان كلها مش نايس قوي، ولكن انه هستخدمه يعني او هيكون لي استخدام، فخلاص. وبرضه في تشانس كبيره ان هي تتكسر على طول، فيكون عندي باك اب، ممكن يكون كده
دول 8 والسعر بتاعهم كان 8.75 9 الا ربع، فحسها دي كويسه جدا بصراحه، وان شاء الله تكون حلوه زي التانيه وتكون عمليه وتقدروا تستخدموها يا جماعه في الشاور. انا دي بجيبها علشان استخدمها في الشاور، اعمل كده مساج لفروه الراس، فبصراحه حلوه وعجبتني وعمليه اكتر بتاعت شي ان. بتاعت شي ان عندي ومش عارفه استخدمها، very very hard على فروه راسي عشان انا تقريبا ما عنديش شعر في فروه راسي، ف دي كانت more practical بصراحه، فعشان كده جبتها. اخر حاجه معايا في الكيس، وكده يكون الكيس خلص. طبعا دول انا كل ما بتيجي فرصه بشتريهم، ما بيخسروش. طبعا فون كول كده في السريعه عملت لنا انتربشن، زي ما قلت لكم دول كل ما بتيجي فرصه بجيبهم لان هما دايما بيكونوا عمليين. دي اللي هي النيل بولش ريموفينج وايبس، هما الديسكريبشن بتاعها ايه ولا كاتبين عليها اي حاجه. او بي ان ابل فليفر 32 بيسز فروتي ناتشرال اروما تاول، تاول مكتوب عليها تاول. المهم ايه ده، ميك اب ريموفر، ايه ده ميك اب ريموفر كوتن فيكس تودي. دي يا جماعه لا ما تقولوش، هي الوايبس يا جماعه بتاعت المانيكير، بس كاتبين عليها ايه ده، ميك اب ريموفر كوتن فيكس تو نيد ديسشارج ميك اب نيل، ميك اب نيل جنتلي وايب وان كان ريموف ذا نيل بولش. او ماي جاد، كاتبين انه النيل بولش ميك اب. اني هاو جبت جوزي اصلا والله اللي اختارهم، دي بالجريب فروت، ودي طبعا ابل قلنا، والبينك دي بالستروبيري، وده طبعا it doesn't matter at all، تفرقش خالص. فطبعا بس بصراحة عمليين جدا اكتر من الاسيتون، وتقعدوا بقى تحطوا دول بجد حلوين جدا وعمليين. وبس كده، كده خلصت المشتريات بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لكم المشتريات كانت سريعه ومش كتير، وطبعا انا استمتعت جدا وانا بصورها، وكلها بصراحه حاجات عمليه وانا مبسوطه. انا بحاول افوكس على الحاجات المور براكتيكال اكتر من رفاهيات، يعني اتس نوت وركينج اوت 100%، ولكن انا بحاول كل حاجه اشتريها تكون عمليه. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا بيه. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، اعملوا سبسكرايب يا جماعة او اشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، اعملوا كده شوية سبورت، اكتبولي ايه اكتر حاجة عجبتكم او اي حاجة جربتوها من المشتريات دي، واكتبولي انت بتابعوني منين. ولو سمعتوا الفيديو للاخر اعملولي قلب احمر لو وصلتوا لهنا عشان اعرف انتوا سمعتوا الفيديو للاخر ولا لا. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جاية، وباي باي.